لا يزال الأسرى مستمرون في نضالهم وفي معركتهم، وإثر ذلك دهمت قوات المتسادة المتابعة أو التابعة عفوا لإدارة سجون الاحتلال مساء أمس قامت بمداهمة غرف العزل لأسرى نفق الحرية في عزل سجن ريمون وعزل أيضا سجن عسقلان. وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى بأن قوات من جيش الاحتلال دهمت الغرف واعتدت على الأسرى هناك وقامت بالعبث بمحتوياتهم. حول هذا الموضوع وحول مواضيع أخرى تخص الأسرى معنا الآن عبر الهاتف الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حررين السيد حسن عبد ربه. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم والحرية والكرامة لأسرانا في صباحكم. أهلا بك مجددا. يعني اليوم كما وردنا بأن هناك حملة كانت ضد أسرى نفق الحرية، وهي حملة متواصلة بالمناسبة، بدأت مع بداية أحداث نفق الحرية ومع القبض على الأسرى الذين قاموا بالفعل بتحرير أنفسهم، ولكن ربما الحالة الصحية وكيفية الاعتداء لا تزال غير واضحة حتى الآن. نعم، يعني نحن أيضا بانتظار الحصول على تفاصيل دقيقة حول ما جرى مع هؤلاء الأسرى الأبطال، ولكن نستطيع القول بأن الأسرى أسرى نفق الحرية هم يتعرضون إلى انتهاكات جسيمة وخطيرة وجرائم مستمرة بحقهم، ليس فقط من خلال الزج بهم في زنازين العزل الانفرادي وعزلهم عن العالم الخارجي وعن المحيط الاعتقالي، أيضا يتعرضون بشكل دائم إلى التفتيشات وإلى التنكيل وسوء المعاملة وفرض قيود مشددة اتجاههم، والبعض منهم عوقب أيضا بالحرمان من الكنتين والحرمان من الزيارة عدا عن تضييق الخناق عليهم في حالياتهم الشخصية. إدارة السجون تنتهج سياسة ثابتة اتجاههم بمعنى الإبقاء عليهم رهن العزل الانفرادي، نقلهم من عزل إلى آخر كل بضعة أشهر، شهرين أو ثلاثة أشهر يتم النقل من زنازين عزل انفرادي من سجن ريمون إلى عسقلان أو إيشل أو غيرها من أماكن العزل، إضافة إلى التفتيشات المستمرة التي يتعرضون لها، وهذا دفع بالعديد منهم إلى خوض إضرابات على الطعام أكثر من مرة، كما حصل ذلك مع الأسير العارضة وكما حصل ذلك أيضا مع الأسير زكريا الزبيدي. الآن نحن بشكل واضح نؤكد بأن هذه الاقتحامات لغرفهم وزنازينهم تأتي تحت ذريعة التفتيشات الأمنية وتحت ذريعة حجة القضايا الأمنية التابعة لإدارة مصلحة السجون، وهي كلها تأتي من باب الانتقام والثأر من هؤلاء الأسرى الأبطال على ما أقدموا عليه في 6 أيلول من العام الماضي عبر نفق الحرية في جلبوع. نعم، ربما قوات المتسادة بوحشيتها هذه هل قامت بمداهمة غرف العزل الانفرادية لأبطال نفق الحرية فقط دون غيرهم، أنها داهمت بشكل عام الأقسام في سجون ريمون وعسقلان واعتدت على الأسرى ومن بينهم كان أسرى أبطال النفق؟ يعني المعلومات المتوفرة بأن هناك اقتحام كان لبعض الأقسام، ولكن بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الخصوصية الخاصة بأسرى نفق الحرية، وبالتالي هناك استهداف مباشر لهم من خلال سياسة تضييق الخناق المستمرة والمتواصلة التي يتعرضون لها بالحرمان من العديد من الحقوق الحياتية الإنسانية التي تكفلها لهم القوانين الدولية. رغم ذلك نحن بانتظار الحصول على المزيد من التفاصيل عما يجري وعما جرى من خلال تنظيم وترتيب زيارة لمحامي الهيئة للوقوف عن كثب على طبيعة الواقع الموجود حاليا. نعم، ربما أيضا إذا ما انتقلنا إلى موضوع آخر وهو ليس بالبعيد عن الأسرى، وهو إضراب الأسير خليل عواودة الذي يواصل الإضراب منذ 144 يوما. يمكن قبل 3 أيام كان والده يتحدث إلينا وأوضح لنا بأن الحالة الصحية لخليل بدت أكثر سوءا من الماضي، وهو
هو فقد تقريبا كافة الشعر في رأسه وفقد 45 كيلوغراما من وزنه. هذه الحالة الصحية وهذا التذبذب حول الأخبار الواردة عن خليل عواودة، كل ذلك إلى ماذا يشير؟ وأنتم في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ما هي المخططات التي ترسمون لها الآن من أجل الإفراج أو الحث أو الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن خليل؟ نعم، يعني نحن بداية نعمد على متابعة ملف الأسير خليل عواودة من خلال الطاقم القانوني والدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والتي تعمل على زيارته بين الفينة والأخرى عندما يتسنى لهم الحصول على الموافقات اللازمة من قبل إدارة مصلحة السجون. وفق آخر زيارة والتي جرت مؤخرا للأسير خليل عواودة، هو لا زال يحتجز في ظروف بائسة وصعبة للغاية داخل ما يسمى بعيادة سجن الرملة، وهو يتعرض إلى سوء المعاملة ويتعرض إلى التعسف، يحتجز في ظروف القاهرة علما بأنه يشتكي من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده، وهناك تأدي واضح في حواس السمع والبصر لديه وعدم القدرة على الكلام، وأيضا يتحرك عبر كرسي متحرك في داخل عيادة الرملة، إضافة إلى حالات الإنهاك والعياء الشديدة التي يمر بها نظرا للنقص الواضح والكبير جدا في ليس الوزن فقط وإنما في نسبة السوائل وفي الفيتامينات والبروتينات والمغذيات في جسمه، فهذا كله يجعله عرضة للأذى المباشر في جهاز العصبي. يعني كل ذلك مفهوما، وتحديدا حول ما تتحدث به الآن، انتشر فيديو قبل أيام وأثار حالة من الرعب في عائلة عواودة عموما، وكان هذا الفيديو يحاول إيصال رسالة بأن خليل عواودة الآن على مشفى أو على عفوا السرير ويتعرض للموت السريري بشكل واضح، ذلك من خلال نقل فيديو، ولكن عرف لاحقا أن هذا الفيديو مفبرك ولا صحة له. اليوم لماذا لا تضغطون باتجاه فقط الحصول على صور أو الحصول على إذن بإجراء اتصال ولو واحد من خليل على عائلة عواودة أو بالعكس؟ بكل وضوح، يعني من يتحكم في هذه القضية هي سلطات الاحتلال، إدارة مصلحة السجون، وهي التي ترفض السماح حتى لزيارته من قبل أسرته وعائلته، وبطبيعة الحال يرفضون السماح له بإجراء أي مكالمات هاتفية، وهذا جزء من الضغط والتعسف في التعامل مع قضية الأسير خليل عواودة. ولكن نحن نؤكد بأن محامي الهيئة الأستاذ فواز الشلودي قد قام بزيارته مؤخرا قبل يومين تقريبا، والتقى به في عيادة الرملة واطلع على الحالة الصحية التي يمر بها، وكما أسلفت في بداية الحديث حول الحالة والظروف الصحية الخطرة جدا والحرجة التي يعيشها الأسير خليل عواودة، وبالتالي عملية الإطمئنان حول وضعه ومصيره تأتي حتى الآن فقط حصريا من خلال المحامين الذين يتمكنون من زيارته بين الفينة والأخرى، وسياسة التعتيم والتضليل والخداع التي تلجأ لها إدارة السجون وطواقمها الطبية هي جزء من الحرب النفسية التي تمارسها بهدف النيل من عزيمة الأسير خليل عواودة وذويه. نعم، ربما في متابعاتنا لبعض قضايا الأسرى كنا نلاحظ بأن محامي الأسير نفسه هو يبقى كما هو من بداية القضية إلى نهايتها، ولكن ما شاهدناه في ملف خليل عواودة كان بالبداية المحامي جواد بولس ثم اليوم فواز الشلودي، ما هو السبب؟ لا، في كثير من الأحيان كان يكون هناك أكثر من محامي يتولى المتابعة لقضية الأسير في كثير من الأحيان، وهناك يعني نحن بدورنا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين نقوم بهذا الدور والمتابعة، وأحيانا يلجأ هو ليس أكثر من محامي، هو تغيير محامي. نعم، وأحيانا كثيرة يلجأ الأهل إلى وضع محامي خاص أو انتداب محامي خاص أو مؤسسة أخرى تقوم بإرسال وانتداب محامي، وهذا يعود إلى اعتبارات لها علاقة بالأهل، لها علاقة برغبة الأسير، لها علاقة أيضا أحيانا بالانتماء السياسي لهذا الأسير أو ذاك، وبالتالي
ليست هذه هي الجوهر، ولكن علينا أن ندرك بأن قضية الأسير خليل عوضة مرت بمرحلة حرجة جدا، كانت عندما أقدم على تعليق إضرابه في اليوم الحادي عشر بعد المئة دون وجود ضمانات ودون أي اتفاق مع المحامي أو مع أي جهة من قيادات الحركة الأسيرة، كما حصل مؤخرا مع الأسير رائد ريان عندما تدخلت قيادات الحركة الأسيرة في النقب وريمون وآخر وتوصلوا إلى صيغة تفاهم. وكأن خليل يعني تعرض للخداع. نعم، الأسير خليل عواودة هو اتخذ قراره بتعليق إضرابه عن الطعام في اليوم 111 يوما في ظل عدم وجود صيغة رسمية بموافقة المحامي أو بوجود المحامي آنذاك، وهذا ما أدى إلى تعرضه إلى هذا التضليل وإلى هذا الخداع من قبل سلطات الاحتلال وإدارة السجون بطواقمها الطبية المختلفة. الأمر الذي أدى أيضا لاحقا إلى عملية تجديد أمر اعتقاله الإداري، وهذا ما دفعه إلى استئناف الإضراب في يوم الثاني من شهر تموز، أي بعد نحو 4 أيام. ربما في بداية حديثك أشرت إلى الحالة والوضع الصحي الخطير جدا لخليل عواودة، اليوم بحسب توقعاتك هل من الممكن أن يكون فكرة استشهاد خليل عواودة يعني ممكنة، وهل الاحتلال ربما من مصلحته أن يصل بنا إلى هذا الحد؟ يعني بكل وضوح من التجارب السابقة نحن نؤكد أن هناك حالة حرجة وحالة خطر حقيقي على صحة وسلامة وحياة الأسير خليل عواودة بعد هذه المدة، عندما يقدم الأسير على استئناف إضراب مفتوح عن الطعام بعد أيام معدودة وقليلة جدا من إضراب دام 111 يوما، فهذا يكون له تبعات وآثار وتداعيات صحية على أعضائه الحيوية في الجسم كالكبد والكلى والقلب والرئتين، تتأذى بشكل كبير في ويتراجع دورها في أداء الوظائف اللازمة في داخل الجسم، ويجعله عرضة بالفعل إلى انتكاسات مفاجئة. إدارة السجون بطبيعة الحال هي تلجأ إلى محاولات الضغط والابتزاز للأسير خليل عواودة عندما تبقي عليه محتجزا داخل عيارة الرملة وتنقله بين الفينة والأخرى لساعات قليلة إلى مشفى أساف حروفية تحت ذريعة إجراء فحوصات أو معاينات صحية له طبيا. إضافة إلى ذلك إدارة سجون الاحتلال ترتكب جريمة حتى الآن بحقه عندما تم التقدم باستئناف ضد أمر تجديد اعتقاله الإداري ثانية، وهذه المحكمة حتى اليوم لم تحدد موعدا لاتخاذ القرار حول الرد على هذا الاستئناف، مما يعني أنهم يتعمدون زيادة معاناته أكثر وأكثر في هذه المرحلة، وبالتالي هم غير مكترثون أيضا لردة الفعل التي من الممكن أن تحصل في حال لا قدر الله استشهد خليل. نعم، هم يعني يحاولون المراوغة في هذا الموضوع، هم يلجؤون إلى استغلال هذه الحالة الخطرة له والحرجة له، كما كان في اليوم 111 يوما عندما كان يدخل في أحيانا في تشنجات وغيبوبة متقطعة، استغلوا هذه الحالة الصحية والنفسية والعصبية له من أجل إيهامه بأنهم سينهون اعتقاله الإداري، وقدموا له الوعودات الزائفة آنذاك وعلق إضرابه ضمن خديعة وتضليل مقصود من قبل الجهاز الأمني الاحتلالي والجهاز الطبي، وهم الآن يحاولون تكرار هذه التجربة مستغلين الحالة الصحية الخطرة التي يمر بها. ولكن بكل وضوح نؤكد أهمية أن يكون هناك جهودا مكثفة سياسيا دبلوماسيا قانونيا وأيضا جماهيريا ومن الحركة الأسيرة حول هذا الموضوع، علما بأن الحركة الأسيرة تمكنت قبل نحو أسبوع عندما أقدم الأسير رائد ريان على تعليق إضرابه بزيارات الأسير خليل عواودة أيضا في داخل عيارة الرملة، وهم بانتظار رد من قبل إدارة السجون على ما قدم من مقترحات وموقف من الحركة الأسيرة في قضية الأسير خليل عواودة. نتمنى أن تكون جهودكم وجهود الحركة الأسيرة وكل الجهود الممكنة مثمرة من أجل الإفراج عن خليل عواودة، ونتمنى له السلامة. شكرا جزيلا لك الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه.